يحتفي ويجي طلبات سلع القلق. ونلتقط صورة تذكارية تقريبا للحدث. يامبوز دوكولا فوتو مدام زميسيون. كنسى هذه السيدات والسادة نسلم الجائزة السيد العريشي رئيس اللجنة الأولمبية. مرتبة ثالثة عادت لممثلة اثيوبيا عادل فيبيني. يسلم الجائزة السيد عبستان حزون رئيس الجامعة الأمريكية المغربية للعراقي. تذكارية تقليدا للحدث. السيدات والسادة كانت هذه مراسيم توزيع الجوائز. يسلم الجائزة السيد كمال لحلو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. والإشارة أيتشيتاشن يحقق الرقم القياسي لنصف الماراثون على مستوى الدورة السادسة للماراثون الرباط الدولي. ساعة دقيقة واحدة والثانية واحدة. ونلتقط صورة تذكارية تقليدا للحدث. تسلم الجائزة السيدة فاطمة فرح عضوة المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للألعاب القارة.